أشرف مرسلين نتكلم على الحالة الوبائية اللي كيعرف فيروس كورونا المستجد. كيف كيعلم الجميع أن فيروس كورونا المستجد خلق واحد الحالة وبائية كتختلف في العالم، كتختلف من بلد إلى بلد، فبالتالي الحالة ولات صعبة على المستوى العالمي، حيث أن المنظمة العالمية للصحة علمت عليه بأن بانديمي جائحة اللي كتقيس البلدان ديال العالم. فبالتالي كان التركيز على الصين، اليوم التركيز على بلدان في أوروبا واللي مجاورة للبلد ديال المغرب واللي الوضعية ديالها رغم المنظومة الصحية ديالها جد صلبة، فبالتالي كيعرفوا تاهما إكراهات كبيرة. الحالة الوبائية في المغرب حسب المعطيات وحسب الجهات اليوم راه وصلنا ل 54 حالة، 54 حالة اللي موزعة بشكل متخيل مختلف على جميع الجهات. فبالتالي يمكن لي نقول لكم ان الجهه ديال الرباط قنيطره حصلت على 14 الحاله، الجهه ديال بني ملا جوج ديال الحالات، الجهه ديال كازا سطات وفاس يمكن 12 حاله، قلمي بنون حاله وحده، مراكش اسفي 5 ديال الحالات، جهه ديال الشرق جوج ديال الحالات، سوس ماسا 4 ديال الحالات، طنجه تطوان الحسيمه جوج الحالات، هي المجموع 54 ديال الحاله. يمكن لي نصرح نقول بان هاد الحالات جلها وافده، ولكن اليوم كيظهروا حالات محليه هي معزوله في الحقيقه، ولكن هاد الحالات اللي هما محليه جات في اطار واحد البؤر اللي كتخلينا نكونوا جد حريصين، لان الحاله واخا كنقولوا مستقره في البلد، ولكن ظهور هذه الحالات المحليه كتخصنا تخلينا باش يكون واحد الحرص اكثر باش يمكن هذا الفيروس الكورونا ما ينتشرش. حقيقه الاجراءات اللي اتخذ المغرب كان سباق في الاجراءات الاحترازيه، لا من الوقايه لا من الوقائيه ولا من الاجراءات التدبيريه باش نحصروا انتشار الفيروس الكورونا، الا انه لازم على جميع الانخراط والتضامن الكلي باش يمكننا نزيدوا نحاصروا هذا، لان المرحله ديالنا اليوم مرحله صعيبه، لان الايام المقبله هي ايام حازمه واللي تخلينا نكونوا جد حريصين على الالتزام ديالنا بالتدابير اللي علنت عليها السلطات حتى نقدروا نحاصروا هذا الفيروس الكورونا. لحقاش 54 حاله حقيقه ما كتخلع شيء، ولكن ظهور البؤر كتخلينا ناخذوا الاحتراز اكثر، لان هذه مرحله انتقاليه، المرحله الاولى ها هي، ولكن ظهور البؤر كتعلن على انه ربما تكون النهايه ديال المرحله الاولى والدخول الى مرحله اخرى. فبالتالي الالتزام بالتدابير الوقائيه والتدابير والاجراءات اللي علنت عليها السلطات لازمه على المواطن، لان كل واحد فينا راه مسؤول، خصنا ننجحوا كاملين في هذه العمليه. المغرب خذا اجراءات كبيره، خصنا نعرفوا بان عدد المخالطين اليوم 1362، ولكن ملي كيبدا يبانوا الحالات المحليه فربما الرقعه غادي تتوسع اكثر. فبالتالي الايام المقبله كنعاود ناكد ونعاود ناكد عليها مرات عده مرات انها هي جد حاسمه، فلازم الحرص على الالتزام بالتدابير. الاستعدادات اللي مستقبليه وكنقوموا بها خص الجميع يعرف بان المغرب كيتوفر اليوم على 44 مستشفى مخصص لهذا الاستقبال هذا الوباء، و32 مركز لاستشارات متخصصه. كذلك كنعنوا للجميع انه كاين طاقه ايوائيه سريريه لمصالح الانعاش اللي تقدر تكفينا باش نحاولوا اذا كانوا ظهروا حالات صعيبه نتصدوا لها. المغرب كيتوفر على تقريبا 1640 سرير للإنعاش، منها 684 سرير للإنعاش في القطاع العمومي، 504 ديال سرير للإنعاش في القطاع الخصوصي، 70 سرير في الصحة العسكرية، 132 سرير في المؤسسات ذات النفع العام، وكذلك إحداث 250 سرير جديد للإنعاش. كذلك كنعلنوا على أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك أرقام للربط اللي كتخلي أن المواطن يمكن له ياخذ جميع المعلومات ويمكن له ياخذ جميع الارشادات الصالحه ليه. اللي كنعلن على انه استقبلنا اليوم ازيد من 2000 مكالمه عبر الوفي وعبر سامي 141. كذلك سوف يطلق ابتداء من المساء بوابه الكترونيه www.covid.gouv.fr
maroc.ma اللي يمكن توفر لجميع المعلومات لجميع المواطنين. فبالتالي اول باول وفوريا كيكون الحصيله كتسجل تما كل شيء يمكن له ينخرط في ينقف في كوفيد maroc.ma ويحصل على المعلومه. ولكن نهيب جميع المواطنين والمواطنات بالتزام التدابير الاحترازيه التي اتخذتها السلطات عبر الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم المغادره الا عند الضروره القصوى. حيت بهذه الطريقه هذه يمكننا نتضافروا الوجوه جميعا ونتضامنوا باش ننجحوا كاملين، لان كل واحد فينا مسؤول في الحقيقه من هذه المساله. ولكن فما تفوتناش الفرصه باش نشكر المهنيين اللي هما حقيقه مجندين، وكنطلب منهم انه يزيدوا يتجندوا ويعطوا المزيد لانهم جاوا في الواجهه. فبالتالي كنشكرهم على العطاء ديالهم، وكنطلب منهم انه يزيدوا يضافروا الجهود باش نتصدوا جميعا لهذا كوفيد الكورونا فيروس، ونقدموا احسن خدمات صحيه للمواطن المغربي. وكذلك نشكر جميع السلطات المتدخلين باش الى تضافرنا الجهود نقدروا نحدوا من النشر ديال انتشار ديال هذا الفيروس كورونا، وباش نحفظوا ونحققوا السلام والامان للبلد ديالنا والملك ديالنا الله ينصره. وشكرا والسلام عليكم.